أما حالتها منهارة ونحن كتير قلقاني، بنتنا خايفين يكون صاير لها شي سيء. انتو آخر أمل عنا، نحن كتير وضعنا سيء ومو عارفانين شو نعمل، وجينا من ألمانيا على تركيا لهيك بترجاكي بترجاكي ساعدينا لحتى نلاقي بنتنا. بترجاكي يا بنتي بترجاكي. عندك شي صورة لبنتك؟ عندي. طيب خد هاي الاستمارة وعبي لنا اياها واكتب لنا رقم تليفون بنقدر نتواصل معك من خلاله. ايه تمام. ليكي بنتي تليفوني مفتوح دائما، فينك تتصلي معي ايمت ما بدك. ايه تمام. ونحن بس نطلع من هون رح نقعد بفندق قريب عليكم، وانت ايمت ما اتصلتي فينا رح نكون عندك فورا مباشرة. ماشي، عبي لي الاستمارة لو سمحت. رجعتي غرقتي بالشغل؟ لا تسألي، قلت بلكي منطلع سوا منشرب قهوة ومنحكي. عادي شوي بس لأبعت هالإيميلات ومنطلع. كيف هالشغل؟ كيف بده يكون، ضغط وتعب مثل العادة. قديش في ناس بيضوعوا بعضهم بهالبلد كل يوم؟ والله كتير، هذا يلي بده يدور على مرته أو على ابنه لو تشوفي. هي البنت مفقودة؟ اجت عيلتها من ألمانيا وأهلها مفكرين إنها هون، لو تشوفيهم قديش كانوا منهارين. بسم الله، يا رب يكون خير، يا رب خير. ألو؟ ألو؟ مين أليف؟ أنت الصحفية. إيه؟ سيد إسماعيل، أنا إليف أوستورك. أهلين أنسة إليف، تفضلي اقعدي. تشرفنا. بدك تاكليهم كلهم، ما تخلي ولا لقمة لبينما نلاقي بنتك قليلة الترباية. اللي أنا بحطه قدامك بدك تتسمميه كله وبدون أي اعتراض.
وبعدها إذا بدك تموتي موتي، ولوقت ما نلاقيها بدك تضلي بكامل صحتك. يلا كلي كلي. برافو عليكي، يلا لا تخليني أعصب. شفتوا كيف كل اللي قلته بلش يوضح؟ أكيد رح يصير عنا شغل كتير بالتلفزيونات. والله هيك شكلنا يا بي، وهيك رح نقدر نلاقيها بشي ساقية وسخة قبل ما يتأخر الوقت. مو مطولين. باقي شوي وبس. كلي عم قلك شكلي رح آخذ أكبر فرصة بحياتي. رح أعمل هيك، بخبرك طبعاً. لا صار وقتها، الكل رح يقروا الخبر مثلك. مين هاد؟ شو حلوين؟ بتعرفي شو؟ بعد شوي بدنا نشوف هذا المحل، بنلاقي هون كل شي بدنا اياه، وهذا المحل عنده بضاعة كتير حلوة وبتعجبك. يلا تعال. بالعادة أي نوع من البواط بتحبي تلبسي؟ يعني بتفضلي الطويلة ولا العادية؟ أي شي بيعجبك فوراً بتقولي لي عنه، ماشي؟ يعني كل شي بدك إياه رح ناخده. هاندا؟ ماشي بنتي؟ تمام. إيه كتير رح تطلع حلوة عليكي، حلوة. ها آه، هاد لونك المفضل، شوفي شو بيلبق لك، ليكي شو حلو، حلو كتير عليكي. رح ناخدهم هدول لو سمحتي. تفضلي. رح ناخد هدول. ايه تكرمي. وين قسم المانتو؟ ليكن هنيك. رح فوت دغري. انت شو عم تعمل هون هلا؟ بتشوفك لك وين كنتي؟ كل الليل وأنا ناطرك. الكل عم بيدور علي، ليش ما عم تفهم؟ طيب القلادة معك؟ هاندا؟ هاندا؟ هاندا حبيبتي؟ تعي شوفي قديش بيلبق عليكي. أنا بعشق هذا اللون وأكيد رح ناخده، ماشي؟ امشي. حياتي بتحبي موديل الكمام هيك؟
خلص بلا، رح ناخد هاد، شو رأيك؟ آه والله التعب بيستاهل، يعني اشترينا شغلات حلوة كتير، خاصة هذا الموبايل كان ضروري إنه نجيبه. هلأ بصير إمتى ما بدي إياكي بلاقيكي. شوفي هاد بتخليه معك على طول، ماشي؟ حطيه بجيبتك، وين ما بتروحي بتاخديه معك، اتفقنا؟ آه اشتقت كتير نقضي وقت مع بعض كأم وبنتها، يعني عن جد ما في أحلى من البنات. كانوا يقولوا من قديم البنت هي رفيقة أمها وبيت أسرارها. الحمد لله يا ربي رجعت لي رفيقة روحي. شو ما جعتي؟ نوب. معناتها خلينا نعمل شيء، خلينا نشرب قهوة مع بعضنا، شو رأيك؟ موافقة؟ فيني قوم فوت على الحمام؟ ايه أكيد يا روحي، طبعاً فيك تروحي. لو سمحت بدي 2 قهوة. لك انت شو عم تعمل هون؟ اختي لازم نظف الحمام، فيكم تطلعوا لبرا شوي؟ شو هالحكي؟ اول مره بسمع حدا بينظف. ايه لازم نظف. معقول هالشيء؟ اول مره تسمعي هالحكي؟ ما قليل ذوق هالزلمه. شوفي شو اللي عم تعمله؟ انت شو عم تجرب تعمل هلا؟ زهره شو عم يصير؟ مين هي هاندا؟ ليش خايفه هالقد زهره؟ قليلي. خفت يعني؟ طبعا خفت. شو اللي خوفك هلا؟ خد قلادتك، خدها خدها. شو ما بدك ياها؟ مساك حاجة. عامل لي حالك انك خايف علي على اساس؟ لو عن جد خايف علي ما بتتصرف كل هالتصرفات. زهرة لوين رايحة؟ خلص اتركني، شو بدك مني؟ ما اخذت قلادتك، اتركني بقى، شو بدك مني؟ لوين بدك خلص تروحي؟ خلص اتركني، هي اخذتها، حل عني بقى، شو بدك مني؟ طلعي فيني بس شوي. ولك هاد انا حبيبي، أنا قدير. شو صار لك؟ قلي لي. نعم استاذ. رح تلغي الخبر، مفهوم؟ نلغي الخبر؟ ايه. ليش؟ السيد ساركان هيك بده. السيد ساركان؟ ساركان كورت اوغلو؟ ايه ساركان كورت اوغلو. شو بدها منك هديك المره؟ ليش عم بتضلي عندهم بالبيت زهره؟ ليش؟ ليش؟ لانهم مفكريني انا بنتهم المفقوده، لانه زهره اللي ما بتقدر تطلع برا المانيا واللي ما بتقدر تطلع خطوه واحده برات حارتها اجت لحالها على اسطنبول. انا كذبت عليهم كلهم وقلت لهم اني بنتهم، اخذت مكان بنتهم الضايعه، خدعت ام عم تعاني وتتعذب، خدعت اخ عم بدور على اخته كل الوقت. ليش 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 ليش؟ من شان شو؟ ليش قلي ليش بقى؟ بس مشان هوسك وطمعك بالمصاري، لانه القلاده صارت بتهمك اكثر مني. شو هالطمع هاد؟ انا كنت متت يا فهمان، كنت متت. أنا خسرت ابننا. ست شوليا مرحبا. إليف انبسطت كتير إني شفتك، كيفك؟ منيحة منيحة منيحة. افهمني، أنا كل ما بطلع بوش إمها للبنت بخجل من حال. هلأ خلص بحياتهم ما عادوا يلاقوها بسببي، لأني أخذت مكانها. يمكن تكون بشي مكان عم تتعذب. هي الأم ما عم تعانق بنتها، هذا الأخ ما عم بيقول لأخته أختي. ليش ليش عم بيصير كل هاد؟
مشان حضرتك تسرق القلادة وتتركني لحالي بين المشاكل. لهيك بسببك من وراك كنت مجبور، جبرونا كلنا. بالله بس أنا مالي مجبورة، مالي مجبورة عايش كل هاد، مالي مجبورة على أي شي من هاد. خلصنا بقى، ما عاد قادر، وأنا طلعت غبية وما بفهم، لأنه برجع بصدق كذبك كل مرة. شو ما عملنا ما رح يتغير شي. تصرفات اللي عم تعملها لسه عم تعملها، ما تغيرت زهرة، وانت بتعرف انك ما رح تتغير. خلص حاش زهرة حبيبتي. ليكي انا اجيت لهون مشانك، صدقيني زهرة، واذا بدك لا تصدقيني بس هي هي الحقيقة. اجيت لهون مشانك، بس انا مضطر اخذ القلادة للزلمة. طبعا زهرة. يوم واحد، اعطيني يوم واحد بس، وبعدها بيجي وباخذك ومنروح من هون. ماشي؟ انت مفكرة بقدر روح واتركك لحالك هيك؟ معقول روح واتركك؟ بقدر اعمل هيك شي؟ اعطيني يوم واحد، يوم واحد بس، وبعدين انا فورا بيجي وباخذك. ماشي؟ طلعي فيني زهرة. زهرة هي اشتريت لك موبايل مو هيك؟ اعطيني اياه. وينه؟ المرة جابت لك موبايل، هو معك هلا. ليكي زهرة، رح سجل لك رقمي عليه، وبكره رح دق لك، رح سلم القلادة واجي لعندك فورا. ماشي؟ كيف هاندا؟ ما هديت شوي؟ حسيت هداك اليوم انه معنا منيحة. ايه صارت احسن، ناطرينا لحتى تتحسن اكثر وتجاوبنا على اسئلتنا. هي هون شي؟ ايه رح تجي بعد شوي، طلعنا تمشينا شوي بالسوق. بتعرف المسكينة كل اغراضها صارت قديمة ومرق عليهم 7 سنين كاملين. وعلى الاغلب هذا الرقم الى ما هيك؟ ايه الى؟ انبسطت كثير اني شفتك ست شوليا. هاندا رح تجي بعد شوي، ما بدك تسلمي عليها؟ انا مضطره اروح لاني تاخرت كثير وما بدي اعطلكم عن مشواركم. يلا عن اذنك، باي باي. طولتي حياتي، انشغل بالي عليك. كان في عجقه. طيب بردت قهوتك، خليني اطلب لك وحدة غيرها سخنة. لو سمحت. يا الله شو صار يا؟ منيحة أنتِ؟ آخ صار لك شيء؟ لا أنا منيحة، ما فيني شيء. طلعتي لي فجأة من ورا السيارة؟ لا لا أنا الحق علي. آخ لا تواخذيني يا ماني. صار لك شيء؟ متأكدة إنه ما فيكي شيء؟ طمنيني عن وضعك. كأنه إجري عم توجعني شوي، بسيطة. ماشي الحال، فيني أطلب منك طبعًا. شيء؟ طبعا فيك توصلني بس على الموقف، لأنه ماني قدرانة أمشي على رجلي عم توجع. ايه أكيد أكيد بوصلك لوين ما بدك، تعالي ساعدني. رح أفتح لك الباب على مهلك. شوي شوي على مهلك. شكرا لك، عزبتك. العفو ولو. هلا وقتها إن شاء الله ما يكون عندك شغل أو شي مهم أنا عطلتك عنه أنت ورايح. كنت ماشي ومستعجل كأنه كان عندك شي مهم، ما هيك؟ لهيك
تخيلت يكون عندك شيء مهم. لوين كنت رايح؟ شو رأيك تنزلي؟ مبين إنك صرتي منيحة ووصلتك محل ما بدي. لسه ما وصلنا. لسه هلأ سألتيني من شوي إذا عندي شغل. المهم عندي شغل مهم، انزلي لقلك. يلا انزلي. زهرة، زهرة شو يمشيك؟ انت بتعرف لهالبنت شي؟ مين انتي؟ بتعرفها مو هيك؟ هي شو بتعني لك؟ انزلي ولا تخليني عصب عليك، انزلي بقى يلا. وقف شوي وقف، استنى ما تخاف مني، انا ماني من الشرطة. ليك انا ما عم اسألك عنا لوقعك بمشاكل، انا بس عم اسألك لساعدك. لا شكلك انتي ما عم تفهمي شو عم بحكي. اه؟ ما رح تنزلي يا قليلة الذوق؟ انزلي من السيارة. ولك انزلي من السيارة يلا. طلعي فيني، انا ما بعرف انتي من وين طلعتيلي، بس اذا برجع بشوفك مرة تانية يا ويلك. عم تفهمي؟ يلا روحي. ليك اسمعني لحظة، انا صحفية. ولكن الي من هون بقى. فيك تكسب مصاري كتير اذا بتخبرني شوية تفاصيل. روحي عم قلك. هذا رقمي اذا قررت تحكيني. سكري الباب وطلعي من راسي. اتصل فيني ايه؟